السريع، عندك معلومة بدك توصلها إلى شخص آخر بطريقة سريعة، هذا يسمى في اللغة الوحي. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم أحدا من خلقه بطريقة ما معلومة، هذا أيضا يسمى الوحي. أما الوحي في الاصطلاح اصطلاحا فهو إعلام الله سبحانه وتعالى لأنبيائه لأمور شرعه. إذا أعلم الله نبيا من أنبيائه، وهذا خاص للأنبياء أن يعلمهم بشرعه كنزول قرآن وكعلم شرعي يريده الله سبحانه وتعالى أن يصل لنبيه، فهذا الإعلام اسمه في الاصطلاح الوحي. فالوحي في الاصطلاح هو إعلام الله أنبياءه شرعه سبحانه وتعالى. كيف يوحي الله؟ كيف يوحي الله للملائكة؟ الله سبحانه وتعالى يوحي إلى ملائكته، ويوحي إلى رسله، ويوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فكل له طريقة. الله سبحانه وتعالى وحيه إلى ملائكته كما بين القرآن، وإذ قال ربك للملائكة، هذا القول من الله سبحانه وتعالى للملائكة وحي من الله وبدون واسطة. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة، هذا وحي للملائكة من الله سبحانه وتعالى بدون واسطة. وقوله سبحانه وتعالى فالمقسمات أمرا فالمدبرات، هذا تدبير الله لخلقه من خلال ملائكته، يأمر ملائكته لتدبير شؤون الخلق، فهذا أيضا يعد من وحي الله إلى ملائكته. إذا أردنا دليلا، إذا طلب الدليل على أن الله يوحي إلى الملائكة، وإذ قال ربك إذ يوحي ربك إلى الملائكة فالمقسمات أمرا، أي واحد من هذه الثلاثة يعد دليلا على وحي الله لملائكته. وحي الله للملائكة لا يكون بواسطة، بل يكون بدون واسطة. كيف يوحي الله للرسل؟ الله سبحانه وتعالى يوحي إلى رسله بطريقتين، بواسطة وبغير واسطة. الواسطة هو جبريل الملك الموكل بالوحي عليه السلام، وبدون واسطة أي أن يكلم الله سبحانه وتعالى رسوله بدون جبريل عليه السلام. أما الوحي بدون واسطة كما كلم ربنا سبحانه وتعالى محمدا في المعراج، وصل عند سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا بدون واسطة لمحمد صلى الله عليه وسلم. اذكر دليل على تكليم الله لرسله بدون واسطة، كلام الله لمحمد في المعراج بدون واسطة. أيضا بدون واسطة وكلم الله موسى تكليما، هذا التكليم من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام وحي وبدون واسطة. والوحي من الله لرسله بدون واسطة فيه تكريم وتعظيم لهذا الرسول. إذن عندنا نوع بواسطة ونوع بدون واسطة من الوحي من الله سبحانه وتعالى لرسله. ذكرنا بدون واسطة، وذكرنا دليل ذلك لمحمد موسى عليهما الصلاة والسلام. أما الوحي بواسطة، أقصد بواسطة جبريل عليه السلام، فكما أوحى الله سبحانه وتعالى لمحمد، أوحى الله سبحانه وتعالى لمحمد بواسطة جبريل القرآن. القرآن
نزل من السماء الدنيا من بيت العزة بعدما فصل من اللوح المحفوظ كما قال ربنا، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فصل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة بطريقة لا نعلمها، وأخذ جبريل عليه السلام القرآن من اللوح المحفوظ إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم منجما. وهذه إحدى الطرق المرجوحة في كيفية تلطف الوحي من جبريل، يعني من جبريل النبي أو من الله لجبريل عليه الصلاة والسلام. إذن الوحي بواسطة لمحمد عليه الصلاة والسلام تعددت أنواعه. النوع الأول كصلصلة الجرس، ما هو هذا النوع؟ هذا النوع عندما يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي ليوحي إليه شيئا، يأتيه على هيئة اسمها صلصلة الجرس، وهذه أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يعرق في الجو البارد عندما يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي على هذه الهيئة كصلصلة الجرس، صوت قوي كأن شيئا قويا انطبق على شيء فأصدر صوتا قويا، وهذا أشد أنواع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الأول من أنواع الوحي لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء به جبريل كصلصلة الجرس. الأمر الثاني كان يأتيه على هيئة رجل، يأتي جبريل على هيئة رجل كأنه قادم من سفر لا يرى عليه أثر السفر. يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد على هيئة دحية الكلبي، على هيئة رجل من أصحاب محمد تشكل على هيئة هذا الرجل، فيأتيه بالوحي من الله سبحانه وتعالى. إذن كان جبريل يأتي للنبي على صورة صلصلة الجرس، كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل يكلم النبي كفاحا. أما النفث في الروع فهو أيضا يضم إلى هذه الهيئات، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم نفث روح القدس في روعي أنه لن تمت نفس حتى تستكمل كذا وكذا. هذا النوع أيضا يعني يلحق هذه الأنواع، النفث في الروح. إذن عندنا الوحي يأتي إلى الأنبياء من خلال واسطة كما جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم صلصلة الجرس وعلى هيئة رجل، أو بدون واسطة كما جاء إلى موسى عليه السلام أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك هيئة من هيئات الوحي وهي الرؤية الصادقة. الرؤية الصادقة للأنبياء هي جزء من أنواع الوحي المرسل من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم لولده، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذه رؤيا حق، إذن هي وحي من الله سبحانه وتعالى، وأحد أنواع الوحي من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني إذا رأى الرؤيا تأتي مثل فلق الصبح، هذا أيضا من أنواع الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. إذن تكلمنا عن الوحي لغة اصطلاحا، كيف يوحي الله للملائكة، كيف يوحي الله للرسل، ما هي أنواع الوحي من الله للملائكة بواسطة وبدون واسطة، كيف أوحى الله سبحانه وتعالى القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث فصل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم تلقفه جبريل، وهذا رأي مرجوح سنأتي إليه. أنواع الوحي لمحمد عليه الصلاة والسلام كصلصلة الجرس على هيئة رجل، والرؤية الصادقة له ولغيره من إخوانه الأنبياء والصلاة والسلام. الآن نناقش قضية كيف أخذ جبريل القرآن ثم أنزله على محمد العدنان عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. هناك أقوال للعلماء، أقوال ثلاثة. القول الأول
أن جبريل تلقف القرآن سماعا من الله سبحانه وتعالى. قال ربنا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا القول الأول، أن جبريل أخذ القرآن مباشرة من الله سبحانه وتعالى، وهذا القول الأول هو القول الراجح. أما القول الثاني فأن القرآن عند العلماء قالوا القول الثاني أن القرآن فصل من اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول العلماء في القول الثاني، القول الثاني أن القرآن فصل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أخذه جبريل عليه السلام إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا القول الثاني. أما القول الثالث وهو أيضا بعيد، أن جبريل عليه الصلاة والسلام أخذ اللفظ، وقف هنا شوي عشان هذه اصلا فيش مساحة، فيش بطارية، ارجع. القول الثالث أن جبريل عليه السلام ألقي إليه المعنى واللفظ لجبريل عليه السلام، والقول الثاني والقول الثالث مرجوحان، والقول الأول أن جبريل عليه السلام تلقى القرآن سماعا من الله هو القول الراجح في هذه المسألة.